بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد نهايه مباراه مصر ونيجيريا ونهايه مباراه الجزائر وسيراليون، محتاجين نتكلم شويه كده، محتاجين نتكلم على ماتش مصر ونيجيريا. هل احنا اتصدمنا كمصريين بخساره المنتخب المصري؟ قد نكون اتصدمنا بالشكل السيء اللي ظهرنا عليه اكتر من الخساره، لان احنا موضوع المكسب والخساره ده بصراحه بقاش بيفرق معانا في الماتشات الكبيره، ان احنا عارفين ان احنا في الماتشات الكبيره مش بنكون مرشحين قوي ان احنا نطلع كسبانين المباراه. الترشيحات بالاسامي وباكبر عدد بطولات وبالكلام الحلو ده، وعندك محمد صلاح واحد من افضل لعيبه في العالم حاليا، وعنده فورمه تخليك تقول عليه ان هو واحد من افضل اجنحه في العالم وقد يكون الافضل، كل ده في كفه وحته ان انت كمنتخب كجمعيه اداء وكفريق لسه نص سوا، يعني لسه عايز شغل كتير، عايز شغل كتير كمان، وعايز شغل كتير كده، ومحتاج ان انت تدي وقت وبراح للمدرب، بس مع مدرب صح للامانه، مش مع مدير فني زي كارلوس كروش. فاحنا بسم الله ما شاء الله كنا عارفين ان ماتش نيجيريا هيكون بالنسبه لنا حاجه صعبه، وهيكون بالنسبه لنا خصم صعب، عنده ايناتشو لاعب ليستر سيتي، عنده ويلفرد انديدي، في لعيبه كده كنا حاسين ان هم هيخوفوا ميسي القاره او ميسي افريقيا، السيد اليكس ايوبي لاعب ارسنال السابق وايفرتون حاليا، كنا متوقعين ان احنا نواجه صعوبه قدام نيجيريا، بس بالشكل الملط اللي احنا كنا عليه ده بصراحه ما توقعناهاش قوي، لا هجوميا ولا دفاعيا ما توقعناهاش خالص. بس يمكن التوقع الوحيد اللي رشق معانا هو ان محمد الشناوي هيكون افضل لاعب في الفرقه، وقد كان محمد الشناوي فعلا كان افضل لاعب في الفرقه. بس هل ده ينفي فكره ان احنا ما صدمناش من النتيجه بقدر ما صدمنا من الاداء؟ لا، احنا كنا جايين وعارفين ان احنا هنتغلب. اما بقى المنتخب الجزائري ومشجعين وانصار المنتخب الجزائري هم اللي اتصدموا جدا من فكره التعادل قدام سيراليون، بطل افريقيا، في فرق بين بطل افريقيا وفرقه طلعت من جنوب افريقيا اللي كانت جايه لها ثالث، ففي فرق كبير جدا في التوقعات. في جمهور متوقع هنا ان احنا هنلبس قدام نيجيريا، وفي جمهور متوقع هنا ان احنا هنعمل نتيجه قدام سيراليون. هي الازمه جت منين بقى؟ الازمه جت ان كان في توقعات وامنيات ان الجزائر هتنزل سيراليون 3 4 5 على السخان، اعطينا رساله لافريقيا كلها ان احنا جايين ناخد البطوله، وناس كتيره جدا كانت متوقعه الكلام ده. اما لو حبينا نتكلم بالمنطق فالموضوع كان باين ان هو صعب من بدايه غياب اسماعيل بن ناصر وتاكد اصابه رامي الزروكي واستبعاده من المباراه، كان الموضوع باين ان هو صعب، كان باين ان هو صعب. الاسهل ليك كشخص غير جزائري وكشخص بتتكلم على منتخب الجزائر انك تخش منطقه السيفتي، انك تطلع تقول ان القصه كلها كانت قصه ارضيه، والقصه كلها كانت قصه اجواء وحر والساعه 3 والكلام ده، بس الجزائر لعبت في اجواء اسوأ من كده، ولعبت في ملاعب اسوأ من كده، ولعبت في حر برضه وكانت بتكسب. بس اللي اتغير ان كان في مشاكل تكتيكيه النهارده، وكان في مشاكل في التشكيل اللي بدا بيه السيد جمال بالماضي، وفي ناس لما تخش في حته المشاكل والتشكيل دي ولد لا تتحدث على جمال بالماضي. على فكره هو مدرب وممكن يغلط في ماتشات عادي، يعني بيحصل، يعني بيب بيعملها كتير وبنطلع نشلفه عادي، يعني مفيش اي مشكله. انشيلوتي بيعملها، تشافي بيع، كل المدربين في العالم بيعملوها، يعني مفيش مشكله. جمال بالماضي جلت منه في ماتش، لكن لا ما تتكلمش على جمال بالماضي يا باشا. 4-1 4-1 سفيان فغولي وياسين ابراهيمي وقدامه اسلام سليماني، في بطء شويه، جمال بالماضي عارف هو بيعمل ايه. طب التعادل، الارضيه كانت سيئه، ده الكلام السيفتي، انما الكلام بتاع الفنيات وكلام بيزعل. احنا هنتكلم في الفنيات لما الفرقه تكسب الناس هتتقبل الكلام، انما الكلام على الفنيات وان النهارده كان في اداره مباراه بطريقه سيئه وكان في رعونه في استغلال الهجمات، الناس هتزعل. لو مثلا نقول ان الجزائر ضيعت فرص كتير بطريقه فيها سهوله وفيها رعونه مثلا، الناس هتزعل تقول لك لا لعيبتنا مش بيستهتروا بالخصم. طب بس هو الواضح والمنطقي ان هم كان في حاله من الدلع شويه، ده الواضح واللي كان باين للناس كلها. لو طلعنا كلامنا فيها الناس هتزعل ليه بقى؟ زي ما قلت لك ما ينفعش، احنا جايين نكسب خمسه معاهم، زي ما بتتقبل الكلام الايجابي تقبل الكلام السلبي. نعم عايزين حته معينه، والله الحته المعينه دي في ناس كتيره جدا بدات تطلع تتكلم عليها، يعني في ناس كتيره جدا سابت الماتش وقالت لك الاجواء، اللعيبه الجزائريين بيلعبوا بالليل وصعب ان هم يلعبوا الساعه 3 العصر، ده الساعه 4 العصر التوقيت الكاميروني، صعب صعب صعب. طب ما الجزائر لعبت قبل كده في صاله افريقيا الساعه 3 والساعه 2 وكانت بتعمل سكور. ايه قصه فنيات وقصه غيابات النهارده على المنتخب الجزائري وقصه عدم اخذ المباراه بجديه؟ انما المنتخب الجزائري لو حبيت تلخص كل مشاكله، مشاكله كلها فنيه، وحته مشاكل فنيه دي انا بالنسبه لي كمنتخب مصر نفسي الاقي مشاكل فنيه ممكن تتحل. انت مشكلتك مشاكلك الفنيه في غياب لعيبه هيرجعوا لك، وعندك لعيبه بدات بيهم هتحطهم على الدكه، انما انا مشاكلي اساسا ان انا ما عنديش فرقه، يعني انت ما هتحل مشاكلك انا ما عنديش، ولا تعتقد ان انا بحقد عليك او غرام منك. انا جاي وعارف اللي فيها، انا جاي وعارف التيتا، انا عملت فيديو امبارح كنت بقول ان منتخبنا ده لا بتاع نتائج ولا بتاع اداء،
في حته ان انت تحطنا في حته اللي هو لما نتكلم على المنتخب الجزائري النهارده بطريقه سلبيه قدام سيراليون يبقى احنا غيرانين وفاكس. الكلام ده ما بقاش باكل عيش صدقني، لان انا لو الجزائر كسبت النهارده سيراليون حتى لو كانت بتقدم اداء سيء صدقني انا كنت هستفاد، والفيديو كان هيعلى اكتر من المشاهدات اللي هو جابها. فانت فاهم غلط والله، يعني انا بالنسبه لي كنت اتمنى ان الجزائر يكسب، بس الخساره النقطتين دول هيخلوا منتخب الجزائر الماتشين الجايين غير، الماتشين الجايين هيبقى فيه جديه، يبقى فيه صراحه، يبقى فيه حماس. الوقفه وسجده الشكر بتاع جمال بالماضي في نهايه المباراه وعصبيه جمال بالماضي في نهايه المباراه بتقول ان الموضوع هيبقى متغير الماتشين الجايين، والموضوع هيبقى فيه منتخب اتعلم من اخطاء. انما انا كمنتخب يا باشا احنا بنتكلم دلوقتي على اقاله المدير الفني بتاعنا، يعني احنا عدينا كل المراحل بتاع الكوره وكلام، احنا بقينا بنتكلم على اقاله المدير الفني بتاعنا. حتى اكرم توفيق الباك اليمين بتاعنا جاله رباط صليبي، اللي هو يخرب بيت ام النحس. اه والله بجد يعني يخرب بيت ام النحس اللي في ام دي فرقه، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه والله، قدر الله ما شاء فعل. هي دي الرؤيه بتاعتنا، والرؤيه الساعه 12 بالليل، وان شاء الله باذن الله قررت ان انا الغي التمرين بتاعي عشان اقعد بكره اتفرج على المنتخب التونسي ومنذ الكبار هيعمل ايه الساعه 3 العصر. انا منذ الكبار كان بيعاني قدام بروتانيا الساعه 3 العصر، هيجي هنا يقول لك في مشاكل في الاجواء والطقس، ما انت كنت بتعاني قدام بروتانيا الساعه 3 العصر، فلما تيجي هنا قدام مالي وتعاني فطبيعي. المشكله مش مشكله الطقس دايما، بس المشكله بتكون في مشاكل فنيه في الفرقه انت تتقبلها علشان تعرف تحلها وتعرف تتكلم.